زي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سكيب الروح الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على تأثير الروح القدس وتأثير المواهب على شعب الرب وكلمنا أنه إيه فايدة المواهب الروحية كلمنا على أنها علامة من علامات حضور الله مع شعبه كلمنا كمان أنه هو بيأكد صدق كرازة المسيحيين بالمسيح كمان بيتكلم على ان الناس ازاي تؤمن بالمسيح المواهب ليها فايده انه الناس بتيجي الخطاب بيجوا للمسيح وبيعرفوا طريق الرب اتكلمنا كمان على الادله الكتابيه جبنا من الكتاب المقدس في العهد القديم على ايه اللي حصل في العهد القديم الحاجات المواهب كان ايه فايدتها وكان ايه اللي بيحصل كنا اتكلمنا على ايمان الشعب في ارض مصر انه شعب شعب المصري، شعب بني اسرائيل آمن بالرب، أما شاف الآيات اللي عملها موسى كمان اتكلمنا على أما سمعت رحاب الزانية على اللي المعجزات اللي حصلت مع شعب بني اسرائيل قد إيه كان فارق قوي قوي وآمنت مجرد إنها سمعت، كمان اليهود المرتدين عن الإيمان أيام أخاب الملك إزاي إن هم رجعوا وآمنوا لما شافوا المعجزة على إيد إيليا النبي كمان الملك نبوخذ نصر ان آمن بعد ما شاف الفتيه الثلاثه في اتون النار ان الله نجهم من اتون النار. كمان آه الملك داريوس كمان آه كمان آه كان النبي دانيال لما الله انقذه من جب الاسود قد ايه هو آمن وقال كلام رائع جدا جدا. آه بحب ارحب قوي قوي باسسنا اهلا بيك يا حضره الاسيس يوسف بخيت راعي الكنيسه الرسوليه في الكويت اهلا بحضرتك اهلا بيك يا اختي لدي. اهلا, أهلا بيك وسهلاً بالساده المشاهدين في كل مكان اهلا بيك نهاردة النهارده هنستكمل حديثنا عن المواهب بس المواهب المعجزيه في كمان في العهد الجديد لو في حاجه بتقول انها بتاثر في نجيب الخطاة للرب الحقيقه المواهب في العهد الجديد واضحه قوي كانت م. سبب ومصدر جذب لناس كثيرين لخلاص حياتهم وايمانهم بالرب يسوع. وهناخد بدءا من الرب يسوع المسيح شخصيا. ده رائع. بعض النماذج مش مش هحكي كل عن يعني معجزات المسيح كتير قوي. اكيد يعني نماذج صغيره. يا امثله. نماذج صغيره. ايه اللي خلى تلاميذ المسيح يؤمنوا بالمسيح ويمشوا وراه؟ yeah. تلاميذ نفسهم مش عامه yeah. الناس. Yeah. في متى 14 نلاقي معجزه من المعجزات عملها المسيح البحر هاج والتلاميذ في السفينه <applause> والسفينه هتغرق وبعدين الرب يسوع لكل المجد اتاهم ماشيا يقول في عدد 32 و 33 من جيل متى أربعة 14 عن الرب يسوع ولما دخل السفينه سكنت الريح خدوا بالك هنا ما انتهرش مالش للريح اسكت والبحر ابكم في وقت تاني عمل كده لكن, لكن في لا. المرة دي دخل السفينة بس سكنت الريح والذين في السفينة لما شاف بس مجرد دخول يسوع السفينة البحر هدي والموج والدنيا جاوب اتغير 180 درجة ايه ده مين ده عارف يقولين والذين في السفينة جاؤوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة انت ابن الله تلاميذ yes. يبقى اجتماع اتحول الاجتماع من خوف ورعب وهلع لاجتماع عباده وتسبيح للمسيح والسجود ليه وسجود اعتراف السجود هنا بيعملوا ايه؟ سجود واعتراف واقرار yeah. عباده للرب فبداوا يعبدوا الرب بداوا يعبدوا الرب امتى؟ لما راوا ايه mm -hmm. ومعجزه من المسيح الرب يسوع لكل المجد لما راح اول عرس وأول معجزة عملها yeah. المسيح في عرس قناة الجليل لما دعى يسوع وحضر الفرح هناك عارفين الكتاب يقول في يوحنا 2 وفي في عرس قناة الجليل بيتكلم يقول هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قناة الجليل وأظهر مجده mm. لما حول المية الخمر yeah. المية تحولت للخمر والخمر ما كانش مسكر، أنا سبق وأشرت لده. Yeah. بس المعجزة لما حصلت وسدد الرب إحتياج العرس وعشان ال ال الفرح يكمل في فرحه التلاميذ عارف الكتاب بيقول إيه؟ فآمن به تلاميذه. Yeah. تلاميذه. يبقى بسبب الآيات اللي شافوها التلاميذ عملوا إيه؟ آمنوا بالمسيح وسجدوا له. Yeah. يبقى الآيات والمواهب والمعجزات بتؤثر في الناس. بتخلي الناس تيجي وتخر وتعترف أن المسيح هو ابن الله الحي القادر على كل شيء وبيسجدوا وبيعبدوه هذا هو المسيح في إرسالية طب هو اللي جاي لازم يعمل كده علشان الناس تصدق وعشان الناس تآمن وتؤمن بالرسالة اللي جاي علشانها طب ما نفس السلطان اللي كان للمسيح مش منحه المسيح للكنيسة ازاي ياس. لما نقرا مش الكتاب الرب يسوع قال للتلاميذ وهذه الايات تتبع المؤمنين؟ yeah. ووعدهم انه لما يرسلوا هيأيدهم ايه هي بالايات التابعه؟ mm. وقال ها انا اعطيكم سلطانا كمان وادالهم ادالهم هذا السلطان yeah. نشوف الواقع العملي ده, ده ده المسيح اللي قاله التلاميذ طب mm. على الواقع العملي هل الكنيسه وتلاميذ المسيح صنعوا ايات وعجائب والايات والعجائب والمعجزات والمواهب اثرت في الناس وخلت الناس تؤمن بالمسيح؟ تعالي بينا نقرا ماذا كتب الطبيب لوقا في سفر اعمال الرسل اصحاح خمسة عدد 12 و14 وجرت على ايدي الرسل آيات, ايات ايات يعني معجزات وعجائب كثيره في الشعب بعدين وكان المؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء بسبب الايات والعجائب اللي جرت يشفها. ايدي على جرت على ايدي الرسل ايات وعجائب فالحصل كان المؤمنين ينضمون للرب اكثر وجماهير من رجال ونساء في اعمال سته ده كان الكلام ده في اعمال خمسه في اعمال سته عددي سبعه وثمانيه يقول وكانت كلمه الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم وجمهور كثير من الكهنه يطعون الايمان واما استفانوس فاذا كان مملوء ايمانا وقوه كان يصنع عجائب عظيمه وايات عظيمه في الشعب خد بالك استفانوس هنا ما كانش من الرسل كان شماس وما كانش من التلاميذ واختاروه من ضمن الشمامسه اللي يقدم خدمه موائد الحقيقة. الرب بيستخدمه فين ايات حقيقة. وعجائب عظيمه في الشعب يبقى من الشواهد اللي احنا المختصره البسيطه المنتقاة القليله من كلمه الرب الايات والمعجزات في عصر الرسل وعصر التلاميذ عملت ايه عرفت الناس جذبت الناس اختبروا ايات ومعجزات ممنوحه لهم من الله فكانت الوسيله هو رايح علشان ينال الشفاء بس لما نال الشفاء ما خدش شفاء بس خد شفاء وخد حياه ابديه هللويا <applause> <applause> ده اللي كان بيعمله الرب طيب ايه تاني حضرتك نشوف نشوف <applause> مبشر من المبشرين ايوه المبشر ده راح بلد اسمها السامره اسمه فيلبس واحنا عرفنا ان المبشر بيقدم رساله خلاصيه للناس لكي تؤمن فعمل ثمانيه يقول فانحضر فيلبس الى مدينه السامره وكان يكرز لهم بالمسيح. وكان الجموع يظون بنفس واحده الى ما يقوله فيلبس. مش يقولوا بس عند استماعهم ونظرهم الايات التي صنعها. لنا لان كثيرون من الذين بهم ارواح نجسه كانت تخرج صارخه بصوت عظيم وكثيرين من المفلوجين المشلولين والعرج شوفوا yeah. فكان فرح عظيم في تلك المدينة تخيل الساحر اللي كان بيدهش الشعب mm -hmm. المواهب اللي عملها في لبس أثارت فيه اسمه سيمون yeah. حتى لو كان إيمانه إيمان مصلحة mm -hmm. يقول كده في عدد 12 ولكن لما صدقوا في لبس الناس أهل mm -hmm. السامرة ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع عملوا اعتمدوا رجالا ونساء م. وسيمون أيضا نفسه آمن yeah. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس إذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش م. يبقى أهل السامرة وأيمانهم تركوا سيمون وتركوا سحر سيمون اللي كان بيدهش كان بيضهش الشعب بالايات والمعجزات اللي بيعملها في مده زمن سيمون قبل ما يروح لهم في yeah. بس لما راح لهم في لوبس وكرز بالمسيح الناس تحولت قلوبهم منين من سيمون من الى شخص و... المسيح الشتان. من السحر والارواح الشريره الى قوه الله الحقيقيه وامنوا بالرب ولما سيمون حب يكمل في خداعه وغشه الرب ما يسيبش الكنيسة تتغش yeah. وما يعمل ايه لما نزل بطرس ويوحنا كشف الروح القدس خداع سيمون yeah. اوعى تفكر انك تعرف, تعرف تمثل على ال على كنيسة الرب لان الروح القدس يعرف يكشف الممثلين اللي بيمثلوا على كنيسة الرب يا سيمون انت خدعت الجماعة وعملت قدام فيلبس انك امنت بالمسيح بس الروح القدس بيكشفك عزيزي المشاهد اوعى تكون مخدوع اوعى تكون عايز تمشي بس ورا ايات ومعجزات لكن الرب النهارده يقول انا عايز ادي لك بجد حياه حقيقيه سيمون لو تاب ورجع كان الرب قبله لكن سيمون ما تابش ورجع وكان عايز يقتني مواهب الله بدراهم علشان يتاجر بيها احبائي الله هباته ومواهبه لما ادها المجانا اخذتم مجانا اعطيت الله يقدر يعمل معاك معجزه النهارده الله يقدر يلمسك وانت مريض انا عايز اصلي معاك في الجزئيه دي في ثواني صغيره ايه اللي عندك اللي تعبك الحاجه اللي عايز يعملها الرب معاك عشان تؤمن وتصدق ان الاله اللي انت بتسمع عنه يسوع المسيح ابن الله الحي اللي عمل الايات والمعجزات يعمل معاك النهارده ارفع ايدك وصلي معايا الصلاه دي يا رب يسوع انا محتاج معجزه اليوم في حياتي بصدق انك انت موجود وبصدق انك انت تلمسنا النهارده وتلمس قلبي وتلمس حياتي وتغيرني تعال ادخل لقلبي يا رب ادخل لحياتي بستقبل معجزه حياه ابديه في حياتي وشفاء معجزي تصنعه في حياتي اشكرك لانك عملت المعجزه ولمستني وشفيتني امين شكرا لك حضره القسيس اعزائي المشاهدين نستكمل حديثنا عن الادله من الكتاب المقدس من العهد الجديد على قد ايه المواهب الروحيه قد ايه بتخلي ناس كثيره تؤمن بالمسيح فاصل ونرجع لكم تاني خليكم معانا شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج اذا كان لديك اي سؤال او استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.karmatv.com أو راسلنا على P.O. 3610 36106 Beach, California 90740 اهلا بيكم تاني اعزائنا المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن تاثير المواهب الروحيه وذكرنا تاثير المواهب الروحيه في العهد الجديد على الناس انها تقبل المسيح ازاي وترجع للمسيح وذكرنا انه التلاميذ امنوا بالمسيح لان هم شافوا المعجزات اللي عملها كمان اهل السامره ازاي امنوا بالمسيح عن طريق فلوبس كمان ازاي ان الله كان بيضم الناس للكنيسه الكنيسه الاولى اما شافوا معجزات الرسل اللي عملها نستكمل حديثنا مع حضر الأسيس يوسف بخيت أهلا بحضرتك حضر أهلا بيك وأهلا وسهلا بالمشاهدين عند حضرتك أدلة تانية تاريخية عندي أدلة مش تاريخية بس لا عندي أدلة كمان من كلمة الرب yeah. في فضل. سفر أعمال الرسل yeah. اللي هو أن أعمال الروح القدس ما زالت ممتدة في سفر أعمال الرسل أصح تسعة الرسول بطرس في عدد أعمال تسعة عدد 32 بيقول كده وحدث ان بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لده كان بلد اسمها لده م -م. وفيها قديسين هناك بعدين وجد هناك انسانا اسمه انياس مضطجعا على سرير منذ ثماني سنوات لثمان سنين عيان مريض yeah, وكان مفروجا ايه اللي حصل يقول كده فقال له بطرس يا إناس يشفيك يسوع المسيح قوم وافرش لنفسك واحد مشلول لثمان سنين نايم في فرشته بالعقل في لحظة يا بطرس تقول للمفلوج ده إناس تقول له باسم بي يسوع المسيح يشفيك يسوع المسيح قوم وافرش لنفسك عارفه يقول الكتاب فقام للوقت يعني في لحظتها في لحظتها وراه جميع الساكنين في لده ايه اللي حصل لده ومنطقه ثانيه اسمها سارون يقول الذين رجعوا الى الرب يبقى رجعوا للرب بسبب ايه المعجزه اللي شافوها المعجزه جميل. اللي الرب استخدم فيها بطرس ادت للناس انها تعمل ايه انها ترجع <applause> للرب يكمل لينا الكتاب حادثة تانية عن طبيصة yeah. التي اسمها غزالة mm -hmm. كانت ممتلئة أعمالا صالحة mm -hmm. وحسنات yeah. وكانت عمال تخدم ب... وهي بتخيط ملابس للفقراء والمساكين والمحتاجين yeah. وت... وت... وتساعد المحتاجين خدمة بسيطة mm -hmm. وكانت بتقدر تخدم الرب سمح الرب لطبيصة ماتت Yeah. انت عارفه لما سمع الخبر انها ماتت عمل ايه؟ ما رضوش يدفنوها. قالوا نروح نجيب بطرس. Yeah. راحوا جابوا بطرس فعملوا في نفس الاصحاح. وبعدين لما جه بطرس يقول لنا الكتاب هنا في عدد 38 واذ كانت لدى قريبه من يافا. وسمع التلاميذ ان بطرس فيها ارسلوا رجلين يطلبان اليه ان لا يتوانى وان يجتاز اليهم فقام بطرس وجاء معهما ولما وصل صعدوا به الى العليه. طب واحده ماتت تدفنوها قال لك لا yeah. نروح نجيب بطرس. Yeah. يا ناس دي ماتت خلاص. Yeah. ما هو في ما هو في رسل ماتوا. Yeah. بسبب الاضطهاد. لكن ايه اللي عمله؟ نسمع نسمع كلمه الرب يقول ايه. فلما <applause> وصل وصعد الى العليه وقفت لديه جميع الارامل يبكين. وكل واحده بتقول له شايف الفستان ده؟ الاخت الطبيسه هي اللي عملته. فاخرج بطرس الجميع وجسع على ركبتيه وصلى ثم التفت الى الجسد وقال يا طبيسه قومي في الحال فتحت عينيها ولما ابصرت بطرس جلست فتناولها فناولها يدها واقامها ثم نادى القديسين الارامل وحضرها حيه عارف ايه اللي حصل الكتاب شوفي أزائق. خلاص إيه. ده اقامه للمؤمنين لكن النتيجه أيوة. يعني هم ال ال الارامل اللي بعتوا قالوا محتاجين طبيسة تكون موجودة لانها ليها خدمتها وحرام تموت واحنا محتاجينها جابوا بطرس يبقى المفروض يمجدوا الرب المؤمنين من اجل هذه الاقامه لكن اسمع كده يقول ايه فصار ذلك معلوما في يافا كلها فامن كثيرون بالرب إيه. يبقى الروح القدس لما وضع ايات ومعجزات في الكنيسه خارقه للطبيعه عشان يعمل ايه؟ عشان آمن كثيرون عشان آمن كثيرون عن طريق الإيمان. مم. نشوف حادث تاني. مم. لما نروح لسفر أعمال الرسل أصح 16 في قصة بولس وسيلة لما كانوا بيبشروا في مدينة فيلبي وبعدين لما خرجوا روح العرافة من على المرأة اللي كان عليها روح العرافة، دخلت مم. دخل بولس وسيلة السجن. مم. ولما دخل بولس وسيلة السجن يقول ونحو نصف الليل كان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله والمسجونين يسمعونهما احنا مرات نركز على الجزئيه دي على خلاص سجان في لبي. ايه اللي خلى السجان يؤمن ايه اه صحيح ايه يا خاطر عارفه ايه نسمع اللي جاي فحدث بغته زلزله عظيمه في السجن بس yeah. مش حدث زلزله في كل البيوت مش في كل, مش في كل البلد مش في كل السجن البلد. بس yeah. حدث زلزله عظيمه حتى تزعزعت اساسات السجن mm -hmm. فانفتحت في الحال الابواب كلها وانفكت قيود <applause> الجميع دي مش معجزه دي مش حاجه خارقه للطبيعه <applause> ولما استيقظ حافظ السجن وراى ابواب السجن مفتوحه استل سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه خد بالك بولس وسيله في السجن جوه والدنيا ظلمه ينادي بولس عليه ويقول لل... للسجان يقول له لا تفعل بنفسك شيئا رديئا ايش دراك يا بولس كلمه علم من الروح القدس يديله خبر ان السجان ناوي يقتل نفسه لكن ما شافوش يمكن ما شافوه ده في السجن ومحبوس ومربوط نعم وبعدين يقول ده الدليل على ان السجن ان السجن كان مظلم من كلمه الرب يقول فطلب ضوء آه. ليه طلب السجان ضوء من الدنيا ظلمة ولما دخل راح قاعد عند بولس يقول فطلب ضوء واندفع داخل وخر لبولس وسيله وهو مرتعد مه. وقال يا سيد ماذا ينبغي ان افعل لكي أخلص؟ مه. لو ما حصلتش المعجزه دي كان السجان امن ازاي عشان كده لما اصعدهما الى بيته قدم لهم مائده وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله في حياتي الشخصيه رايت ناس كثيرين قد قبلوا الرب يسوع المسيح و و وتغيرت حياتهم لان الله صنع معهم آيات ومعجزات yeah. أذكر أذكر على سبيل المثال mm -hmm. وحاجات مش بعيدة لا لا حاجات خلال سنة 2013 <applause> السنة اللي فاتت يعني اتنين من دولتين مختلفتين غير مسيحيين جم بهدف ان عليهم ارواح شريره وسحر وامراض في حياتهم ولما ابتدينا جم ده جين... ده الهدف الاساسي اللي جينا علشانه. تعبانين ومش قادرين تعبانين يا... يا... ولفوا عند اطباء كثيرين وداخوا وراحوا عند ناس صحراء وجايبين اوراق السحر والاحجبه <applause> والدنيا دي كلها والامراض مازالت مستمره ومش <applause> لاقين حل. <تصفيق> 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 لما صليت لاجلهم باسم الرب يسوع المسيح والرب يسوع المسيح هو اللي شفاهم مش بقول انا اللي شافتهم لان انا <applause> ما اقدرش اشري لكن الله اعطانا سلطانه واعلنت بالايمان وطردت ارواح السحر وارواح الشرير الموجوده على أجسادهم ومقيداهم وجم مره واثنين طلبوا كتاب مقدس اديت لهم الكتاب مقدس عندهم اسئله بداوا يسالوا كان من ضمن الاسئله بيسالوها لماذا الوحيد من دون سائر كل الناس والانبياء ان احنا شوفينا باسم المسيح مين هو المسيح ابتديت yeah. اتكلم معاهم عن من هو يسوع وقبلوا الرب يسوع المسيح مخلصا لحياتهم وموجودين في الكنيسه بيعبدوا الرب بسبب المعجزه التي صنعها معهم يسوع وايات اخر يسوع ما زال بيصنع الايات والمعجزات yeah. عزيزي المشاهد انا عايز اكلمك النهارده ممكن ربنا يعمل معاك معجزه، ممكن تكون مريض او مريضه موجود قدامي ممكن تكون عندك مشكله صعبه. ممكن تقول طرقت كل الابواب. لو انت رحت عند سحارين وعندك ورق السحر موجود. تقول لي ده رحت لسحار ده ده رحت لقسيس واداني كتاب اسمه سبع ملائكه واداني كتاب مش عارف اسمه ايه واداني حجاب مش عارف اسمه ايه. عزيزي من فضلك. الرب يسوع لما كان بيشفي كان بيشفي بكلمته او بلمسه. أو بدهنة زيت لكن حد يديلك كتاب ولا يديلك ورق وتقول لك احرقه ولا مش عارف يعمل فيه ايه ولا أي وصفة من كل الوصفات دي عزيزي ما تصدقش دي كلها أعمال مش أعمال المسيح لكن المسيح قادر النهارده وأنت قاعد بتسمعني يلمسك وتأمن وتصدق إن هو حي وانه هو موجود الله مش بيسألك دينك إيه؟ ولا مش بسألك ديانتك إيه؟ ولا مذهبك إيه؟ ولا كنيستك إيه؟ لا لا. الله حب العالم كله، الله بيحبك وعاوز يعمل معجزة معاك علشان يغيرك علشان تختبر اختبار جديد حقيقي تيجي النهارده تحط مرضك وتقول له أنا محتاج لك وتصدق إن الرب يسوع المسيح يشفيك وتصدق إنه هيعمل معاك معجزة ومن فضلك إذا لمسك الرب وشفاك بعد الصلاة من فضلك خبر بكم صنع بيك الرب ورحمك مش تخبر باسم القسيس يوسف ولا الأخت ليديا اللي عاملين برنامج سكيب الروح لا خبر باسم الرب يسوع القدير اللي ادانا المواهب الروحية عشان نتكلم عليك بالحياة ونتكلم عليك بالشفاء ممكن الدكاترة والأطباء يقولك أنت فقدت الأمل ممكن يكون عندك سرطان ممكن يكون الأطباء مش عارفين نوع المرض اللي عندك ايه لكن الرب يسوع عارف النهارده ويقدر يلمسك حقيقي لمسه معجزيه عزيزي المشاهد تيجي تصلي معايا النهارده تحط ايدك على المرض ويسوع يشفيك وتفتح قلبك للمسيح انا عزيزي مره تاني باكد لك صدقني انا مش بدعوك انك تغير دينك انا بدعوك انك تقول للمسيح ادخل قلبي وهو هيغيرك غمض عينك وارفع قلبك معايا وكرر ورائي هذه الصلاه بإيمان حط ايدك على المرض يا رب يسوع أنا بصدق إنك أنت الله الحي القادر على كل شيء وأنت النهارده يا رب كلمتني وأنا محتاج لك ومحتاج لإيدك بحط ايدي على المرض وبأمر المرض باسم يسوع المسيح زي ما امر بطرس انياس ثمان سنين وقال له يشفيك يسوع في الحال الان انا بامرك باسم الرب يسوع المسيح ايها المرض باسم يسوع ترحل من جسد كل من يصلي مع الان ويختبر قوه جديده من الشفاء الالهي وقوه جديده لتغيره انا بصدق يا رب يسوع إنك شفيت ناس النهارده وما بيصلوا معايا اخذوا حياتي يا رب انا باسم الرب يسوع المسيح بطرد روح الموت يا رب كما اقيم الطبيسه باسم يسوع المسيح ناس الدكاتره قالوا عليك قالوا لك الدكتور خلاص ما فيش امل هتموت باسم يسوع المسيح انا بتنبا على حياتك انك تاخد حياه باسم يسوع وتقوم آمين. وتبرأ وتشفى آمين. تعال يا رب يسوع ادخل قلبه وحياته اشكرك لانك سمعت صلاتي امين امين نشكرك خالص يا حضره القسيس يوسف بخيت اعزائي المشاهدين تابعونا في حلقات قادمه ومع برنامجكم سكيب الروح والرب يكون معكم